مسكينة، إن شاء الله هالبنت تقصر الشر تخبر أمها وتطمن أخ. طيب مسكينة. شو بكي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ليش قلبي خلقتك؟ شو في؟ ليش اتصلت فيك ما اتصلت فيني؟ بدك تحاسبي وحدة مضيعة بنتها؟ ما بعرف، بجوز طلع اسمي أول اسم بالموبايل عندها فاتصلت عادي، مو مشكلة. قلت لها بتكون فاقت من بكير وحملت حالها وراحت على المعهد، ويفترض إنه أنا وأنت بنعرف إنه بنتها بتدرس حقوق، بس شكله أنت بتعرف شغلات أنا ما بعرفها. قالت لك إنه مثل ما قلت لك قلبي ورمان منها من لما كذبت علي. أنت قالت لك إنه قلبها ورمان من بنتها؟ إمتى وين التقيتوا لحتى صار كل هذا الحكي بيناتكم؟ إيه لا بقى، لا حاجة عم تقرشيلي كلامي تقريش؟ المخلوقة فادي عقلها. روان أنا شو دخلني فيها؟ شو دارسة وشو عاملة؟ كلمة معهد شلفتها شلف. شلفتها شلف. بس لما طلعنا بالسيارة سقت فينا وطرت على المعهد العالي للفنون المسرحية دونا عن معاهد البلد كلياتها، مع إنه هي ما قالت لك بأي معهد بتكون. شو؟ كمان هي شلفتها شلف؟ ايه بقى هن مشوارين و مشوارين؟ مشوارين؟ معناتها أمي، أمي الحكي اللي عم تحكيه مزبوط؟ هذا مو حكي طيار اللي أمي عم تحكيه؟ لعمة؟ وأنا اللي مفكرتها مضيعة ومو عرفانة حالها شو عم تحكي؟ ولك سراب؟ سراب حسام، سراب اللي فايتة طالعة على بيتي، سراب اللي نقيتها من دنيا كلياتها لحتى تشتغل معي. ولك امبارح، امبارح لسه سألتك من كم ساعة سألتك، قلت لي انك بعمرك ما خنتني. طولي بالك، روقي. طول اطلع لبرا، اطلع لبرا، اطلع اطلع لبرا. لك ما بدي اياك بحياتي، اطلع لبرا، اطلع. لك ما لك حاجتي اللي عيب بعد عني، اطلع 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 يا خاين يا كذاب، اطلع لبرا. لك لك تضرب الجيران وصحت الجيران، ما عندي شغلك بحياتي مرة ثانية، فهمان؟ أنت واحد كذاب وخاين يا خاين. يما يما شو مالك؟ إيش صار؟ يما